Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Nabi. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبح قدوس ربنا ورب الملائكة بره سبح قدوس ربنا ورب الملائكة بره سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أمر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله بحمده سبحان الله
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيب سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيب سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيب سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيب سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيب سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطائنا ونسيان اللهم أوصي ثواب ذلك ما قرأنا من كتابك الكريم وفرقانك العظيم وما صفحنا وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسجد هدية واصلة ورحمة نازلة منك إلى حوض سيد المرسلين خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته أجمعين جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى روح الله إلى خاصة الذي حمدته فيها وحسن الخاتمة عند الموت والقبول والشهادة وإلى حضرة النبي الفاتحة وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وحسن أعمالنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكرنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم اجعلنا من صفوان شهر رمضان اللهم اجعلنا من صفوان شهر رمضان بحرمة القرآن واغفر لنا أجمعين وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرة الرحمة وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا
وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی حضرات گلپوشی کرنا چاہتے ہیں امام مؤذنین کے تو تشریف لائیں, گلپوشی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ آخر میں پھر یہ گلپوشی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اٹھ کے گلے ملنا شروع کرتے ہیں. تو کوئی گلپوشی کے لیے آئے ہیں جناب صالح واسلم صاحب تشریف لائیں. قاضی حافظ و قاری حبیب صالح بن عبداللہ جنیدی صاحب کی گلپوشی اور شال پوشی صالح باسلوم صاحب سلیم صاحب پشنم حجو قریشی صاحب تشریف لائیں. حبیب مصطفیٰ بن حسن الدر صاحب کی گلپوشی چھال پوشی فرمائیں. زمبلی صاحب حافظ ابوبکر بارم صاحب کو گلپوشی اور شال پوشی فرمائیں. رفیق بھائی تشریف لائیے. حبیب صاحب نہیں ہیں, حبیب بہارون صاحب اور بن مخشن صاحب کی گلپوشی اور شال پوشی فرمائیں. ابوبکر شیخ ابوبکر ہے یہاں پر نہیں ہے. مصعب جابر صالح اس کے علاوہ افسر معصوم مرحوم باتا صاحب کے طرف سے بھی یہ ہدیے آئے ہیں. اور دیگر لوگوں نے بھی جیسے جو ہدیے بھیجائے ہیں ائمہ و مؤذنین کے لیے
عبداللہ طالب تفسیری صاحب کی جانب سے بھی لفافے آئے ہیں. الحمدللہ گل پوشی، شال پوشی اور ہدیہ جات پیش کیے گئے، اور ایک یہ حبیب صاحب نیوز والے، یہ آپ کے لیے ہدیہ پیش ہیں. شایا ماشاء اللہ. ورنگل خالہ کی جانب سے الحمدللہ گل پوشی کے لیے بیٹا. اٹھو آپ، آؤ ادھر آؤ. کن آپ کس کا ہے؟ میرے کو بھی ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر بہت بہت. الحمد للہ آج مسجد عمر فاروق کے اس سالانہ ختم میں، ختم قرآن کے اختتام کے بعد شال پوشی، گل پوشی اور ہدیہ جات پیش کیے گئے ہیں، اور شام 12 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد 2 بجے سے قیام اللیل رہے گا. ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ہر سال بستی کے تمام بڑے حضرات کے ہاتھوں سے ائمہ و مؤذنین کی گل پوشی کی جائے. اگر کوئی چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے گل پوشی کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ سارے میرے لیے احترام کے باعث ہیں، سب سے اتنی ہی محبت ہے. لیکن اگر اس کے باوجود کچھ بڑے حضرات سے، میں جعفر بھائی ہیں، آپ ہیں، چاچا ہیں، جیسے ان لوگوں سے اگر نہیں پہنایا سکا تو معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آپ تمام کی ہی جانب سے آج کی گل پوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یہ تمام خوشیاں ہمیں دیکھنے کی نصیب فرمائے. اور ابھی یہ گل پوشی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، آئیے گلے ملیں گے، اور اس کے بعد صلاۃ تسبیح کے لیے تیاری کریں گے انشاء اللہ. شکریہ صاحب، ہم کو نماز. اللہ شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا نبی